السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل كمية الطحينة دي ب10 جنيه بس، طحينة بيتي خام كده، هتستخدميها زي ما حضراتكم شايفين الكمية ب10 جنيه بس. هتعمليها كده في بيتك ومضمونة وضمناها وضمن نظافتها وضمن جودتها بردك في البيت. اول حاجه يلا كده بينا نعمل الطحينه مع بعض وهنشوف، ندخل كده على الفيديو بتاعني نشوف هنعمل الطحينه البيتي ازاي. انا عندي كميه اكتر من كيلو، كميه الطحينه اللي انا عملتي اكتر من كيلو ب10 جنيه بس. شوفي انت لما هتشتري علبه الطحينه هتشتريها بكام، وهتشتري الكيلو كيلو الطحينة هتشتريه بكام. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، أول حاجة لازم نعملها صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسونيش في الاشتراك واللايك في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل الطحينة أهو معاكم أهو زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله، شايفين الطحينة؟ شايفين؟ شايفين هي سايلة؟ شايفين شايفين الطحينة وشايفين جمالها؟ اها شايفين القوام بتاعت الطحينة. انا خدت يعني حبة خفيفة خالص زي ما حضراتكم شايفين، وشايفين القوام. انا هفكها دلوقتي طبعا بشوية زيت. زي ما انتم شايفين طحينة كده انا فكيتها بشوية زيت، وحطيت لها الكمون والثوم والليمون والخل بردك. شايفين الطحينة وشايفين جمالي. وطبعا انا بحب اعملها بالزبادي، يعني حوالي معلقتين بس احنا اللي خدناهم. وشوف الكمية اللي عملناها من الطحينة بتاعتني. بسم الله، شايفين شايفين القوام بتاع الطحينة ها، شايفين. بجد جميلة جدا وهتعجبكم، وكمية وفيرة والطعم يعني صراحة طعم جميل جدا لا يعلى عليها. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعني ونشوف عملنا كمية الطحينة الحلوة دي ازاي ب10 جنيه بس. ودول على فكرة حوالي كده معلقتين بس اللي احنا عملنا بيهم الطبق الطحينة الجميل دي. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. ودي المكونات اللي احنا هنعمل بيها الطحينة بتاعتنا. زي ما شفتوا الكمية ما شاء الله عليه، يعني مش هتتكلف في حاجة. 5 جنيه سمسم، 5 جنيه فول سوداني، 10 جنيه يعني الزيت موجود في بيتك والدقيق موجود في بيتك. دول اللي هما المكونات بس اللي هنعمل بهم كمية بتاعت الطحينة بتاعتني، وهتكون أحلى وأجمل كمان من بتشتريها من برا. أول حاجة يا ست الكل، عندي كوباية من السمسم أهو زي ما حضراتكم شايفين، وعندي كوباية من السوداني. السوداني بيديها طعم حلو وبتبقى جميلة كده وناعمة معاكي وغنية بالزيوت، وكوباية من الزيت، وكوباية من الدقيق. اما اللي بيعملوها بره دي فبتكون يعني كلها دقيق، يعني انا حاطه مثلا تلتين الكميه سوداني، تلت سوداني، تلت سمسم، تلت دقيق. هما بيخلوها النص بالنص دقيق. يلا بينا كده اول حاجه على البوتاجاز ناخد السمسم بتاعني. هنا زي ما حضراتكم شايفين جيب الطاسه على النار، هنزل كده بالسمسم بتاعي على نار هادية بس اسخن السمسم كده معاي واديله تحميصة. دي اول حاجة هنعملها مع التقليب طبعا. كده انا سخنت السمسم بتاعي، مش عايزة لون السمسم معاي يغمق عشان الطحينة كلها فاتح اهو زي ما حضراتكم شايفين. يلا كده بينا ناخد السمسم نطحنه ونشوف هنعمل باقي الطحينة بتاعتنا ازاي.
هجيب المطحنة بتاعت الخلاط اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل كده بالسمسم فيها وهو سخن، وهو سخن هيطحن معايا وهينزل الزيوت بتاعته كلها. اهو في الوقت ديتاي هاخد السوداني واحطه بردك على البوتاجاز يسخن بردك معايا واطلع الرطوبه اللي فيه. هاخده كده في الطاسه على نار هادي واسيبه كده في الطاسه على نار هادي يسخن، يكون انا طحنت السمسم. وكده زي ما حضراتكم شايفين السمسم اتطحن معايا ازاي اهو كده. دي اول حاجه، واحنا طبعا حطينا السوداني على البوتاجاز عشان يسخن، هنزل كده بكوبايه الزيت كلها مره واحده اهو. لو احتاج بردك زيت مني تاني هضيف لها زيت تاني، وهنزل كده بالسمسم اهو. كده واغطي الشفشق بتاع الخلاط عشان يحتفظ بالسخونة بتاعته ها. وهجيب دلوقتي الطحانة تاني، المطحنة تاني. والسوداني بتاعي بردك اهو سخن معاي، طلعت منه الهواء، طلعت عفوا منه الرطوبة، سخنته عشان ينزل الزيوت بتاعته. وفي نفس الطاسة بردك حطيتها على النار عشان بردك اسخن الدقيق بتاعي، احمسه كده تحميسة خفيفة. هفضي الدقيق كده في الطاسة اهو، على نار هادي خالص مع التقليب. اطحن طبعا السوداني كده، طحنت السوداني زي ما حضراتكم شايفين برده في المطحنة اهو لحد ما نعم معايا خالص اهو، ولسه بردك هو هينعم تاني معايا في الخلاط. هنزل دلوقتي بالسوداني على السمسم والزيت. طبعا انا حاطه الدقيق بتاعي عشان يتحمص كده تحميسه خفيفه، وهغطي وهضرب السوداني والزيت والسمسم كده كويس في الخلاط. كده زي ما حضراتكم شفتوا انا طحنت الزيت والسمسم والسوداني كده، طحنتهم كويس في المطحنة في الخلاط مع الزيت. وهنا الدقيق طبعا هو لسه على النار، على نار هادية معقلب فيه، عايزاه بس كده يتحمص ويبان يعني ريحة التحميص كده بتاع الدقيق، وريحة انه الدقيق ناي تمشي كده خالص، يبان انه الدقيق معاك استوى وعلى نار هادي. كده الدقيق معايا اتحمص اهو، هطفي عنه النار خلاص كده وهناخده على الخلاط. هنزل كده في المرحلة داي هاخدها، حمصت الدقيق بتاعي، هنزل كده على السوداني وعلى الزيت برده في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين.
واخذهم دلوقتي على الخلاط بس عشان الصوت، يعني وقفت الفيديو عشان الصوت بتاع الخلاط، واضربهم كويس وارجع لكم تاني. وادي الطحينة بعد ما كده فرمت على الخلاط زي ما حضراتكم شايفين، هي طبعا سخنة فالقوام بتاعها سائل شوية، دي لسه هي ما هتبرد، بس ده القوام حلوة اهو معايا كويس اهو، وهي ما هتبرد قوامها هيجمد اكتر من كده. وشايفين الكمية اللي احنا عملناها من 10 جنيه بس. شوف انت هتشتري العلبة بعلبة الطحينة، شوف هتشتريها بكام، وشوف الكمية اللي احنا عملناها بكام، مش هتكون طبعا حلوة زي اللي انت عاملاها عندك في البيت. بسم الله. شايفين يعني العلبة دي بتشيل كيلو كده من الطحينة. وعندي برضو برطمان هملاه بردك هفضي فيه باقي الكمية. هذا شايفين يا ست الكل الطحينة بتاعتنا هي ما شاء الله عليها خام، وهتحفظيها كده في التلاجة وتستخدميها في أي وقت ب10 جنيه بس. عملنا أكتر من كيلو طحينة زي ما حضراتكم شايفين. ويا ريت لو عجبتكم طريقة الطحينة النهاردة ما تنسوناش في الاشتراك واللايك في القناة.